من ألقى بهؤلاء الأطفال في محرقة الحرب؟ من يحمل وزر الدموع التي تتحدث بها لغة الطفولة البريئة بعد الوقوع في الأسر؟ بل من يحمل وزر قطرات الدم المسفوكة من طفولة لا تدري لما جندت وبأي ذنب قتلت؟ تلك بعض التساؤلات في واقع الفجيعة الذي صنعه الحوثيون وما يزالون، واقع تزداد فيه هزائم الميليشيا فتزداد شهيتهم لاختطاف مزيد من الأطفال والزج بهم في معارك الموت المحقق، إذ تؤكد الأنباء الواردة مؤخرا من محافظة إب قيام الميليشيا باقتحام مدارس وأخذ طلاب إلى جبهات الحرب، وهي ممارسات باتت سمة بارزة في ميليشيا الموت التي تكشف الأرقام جانبا من إجرامها المظلم بحق الطفولة المشرقة ببراءة الأحلام وتطلعات المستقبل. وفقا لتصريح سابق للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 1476 طفلا، فيما المرجح وفقا للمفوضية أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير. ووفقا لمنظمات محلية فقد جند الحوثيون أكثر من 20,000 طفل، وهي أرقام يتم الحديث عنها في ضوء اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة ووقع عليها اليمن، ونصت المادة 38 منها على حماية الأطفال خلال الحرب وعدم تجنيد من هم دون 15 من العمر بأي شكل من الأشكال، إضافة لمنع القانون اليمني تجنيد من هم دون سن 18. وتلك نصوص لا يفهمها لصوص انقلبوا على كل قانون وغيبوا كل معنى للدولة. هي إذن صور الأطفال الذين زج بهم الحوثيون في الحرب، صور تفصح عن إجرام يستحيل تصوره، إجرام تواصل مسيرته اختطاف الأطفال من مدارسهم، أو بالأحرى اختطاف حياة الطفولة والإبقاء على تابوت وصورة تكشف بشاعة مسيرة الموت التي ألقت بهكذا أطفال في هاوية الحرب. ولو لم يكن للحوثيين سوى جريمتهم بحق الطفولة لكانت جريمة كافية لتسريع الحسم وتخليص الأطفال وأهاليهم من كابوس صرخة الموت ومقبرة الفجيعة المفتوحة بلا حدود.